صوت تقدم لكم مقالة صوتية بعنوان بيان 49 للكاتب المهندس عدنان عبد الله العثمان من موقع القبس الإلكتروني. وانتهى مسلسل وبدأ آخر، والله عيننا على القادم. فمجلس الأمة أضحى عندنا مثل بعض المسلسلات الأجنبية المملة، ولنهايتها تعرفها من بدايتها. والمهم نبارك اليوم لمن حاز ثقة الشعب، ونقول حظا أوفر لمن لم يفز. وطبعا وكما حدث بالمجلس السابق واللي سبق، يتهافت النواب للاجتماع بإحدى الديوانيات مع إقصاء الخصوم السياسيين ومعهم المرأة، لأنها بنظر بعضهم مكانها المطبخ. المهم هناك يتم تقاسم الكيكة بينهم، ويظهرون لنا التكاتف والتوافق. وبعدها بأيام نرى الانشقاق والتموضع العائلي والمذهبي والقبلي يتقاطع بالاتفاق والاختلاف بحسب المصالح والاعتقادات. وبالأمس القريب طلعوا لنا بتعهد من ورقتين نشر على حساب بعض الأعضاء المذكورة أسماؤهم في البيان غير الموقع. المهم حاولت أن أتمعن في هذا البيان، وأعتقد أن الشيء الوحيد الواضح فيه هو كشف الأسماء، على رأسه اسم السيد أحمد السعدون، وكأنهم يؤكدون أن رئيس المجلس وعبد العزيز مع عدم ذكر ذلك في البيان صراحة، حيث ذاك قد يدخلهم بالخلاف العميق مع من هو نائب الرئيس. ويمكن هناك من يرغب بالترشح للرئاسة بس ما أعلن، وهذا الموضوع بشكل عام سوف يقلب السالفة عليهم. فاكتفوا بوضع اسم السيد السعدون منفردا على رأس الكشف، وبعدين يصير خير. زين هذا تمام وفهمنا، ولكن الصفحة الأولى كلامها إنشائي وهلامي تارة وثوري تارة أخرى، ولكن وكما يقال كلها كلام ما له مقاضب. فهم يقولون وعلى حسب ما فهمت أن هناك لجنة أطلقوا عليها اسم اللجنة التنسيقية، هي اللي راح ترتب الأولويات وتوزعها على دورات الانعقاد القادمة. وطبعا هذا كلام ومثل ما نقول بعاميتنا مأخوذ خيرة، فهذا البيان شكله ناقص. ورقة ثالثة تحدد فيها المشاريع اللي اختصروها بكلمتين، ألا وهي استكمالا للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 وما تلاها من مبادرات أثناء فترة الانتخابات 2023، ولكن نواب الأمة ارتأوا القفز عنها بتلك المرحلة، لأنهم عارفين أنه لا يمكن الإجماع عليها سواء كأولويات أو كموضوع. زين الجماعة شنو اللي اتفقوا عليه؟ أنا أقول لكم، فقد اتفقوا على 4 مواضيع ذكروها كأولوية وطلبوا إقرارها قبل العطلة الصيفية. المهم قسموها كالتالي: أولاً المفوضية العليا للانتخاب، ثانياً تعديل قانون المحكمة الدستورية، ثالثاً قانون الإسكان، رابعاً التأمين الصحي لربات البيوت. زين خلونا نحلل الأمر ونشوف شنو مدى أهمية تلك المواضيع مقارنة ببقية المواضيع التي تهم المواطن. وما أدري ما هي أولوية المفوضية العليا، وليش ما تنطر فجتامكم 4 سنوات إلى أن تحتاجوها طبعاً، إذا افترضنا بتكملون 4 سنوات. زين ما هو أهم كأولوية للمواطن المثقل بالالتزامات؟ هل هي تلك المفوضية ولا إسقاط القروض؟ وما هو أهم بالنسبة للمواطن، رفع رواتب المتقاعدين أم قانون الإسكان ذو المثالب واللي محتاج سنوات لتطبيقه؟ ولا معاناة المتقاعدين أضحت أمرا ثانويا بنظركم؟ زين شنو أهمية إقرار التأمين الصحي لربات البيوت كأولوية؟ وانتو عارفين زين أن برنامج عافية برمته ينصب أولا بمصلحة تجار المستشفيات الخاصة والأدوية، ألم يكن من باب أولى
المطالبة برفع مستوى المستشفيات العامة وتخصيص بعضها لعلاج الكويتيين فقط، ولا هذه صعبة عليكم؟ وعلشان ما نخرج عن الموضوع، هم أود أن أذكر بعض النواب بوعودهم لناخبيهم بإدراج مشروع إلغاء قانون المسيء بأول جلسة، ولا خلاص ما صار بذي الأهمية بعد نجاحكم؟ شخصياً أعتقد أن المواضيع الثلاثة السابقة ما هي إلا ذر للرماد بالعيون كما يقال، فجميعها مشاريع قوانين، وعلى الرغم من أهميتها ولكن ممكن أن تؤجل ويحل محلها ما هو أهم للمواطن. فيتبقى من هذا البيان الثوري المحكمة الدستورية التي ظهرت على السطح بعد حكمها ببطلان المجلس السابق، والظاهر أن البعض يبون يغيرون القانون بأسرع وقت ممكن قبل أن تنظر المحكمة بالطعون المقدمة فيبطل المجلس، وهذه هي كما يقال بعاميتنا الغمندة. في الربع مالهم خلق انتخابات جديدة ومصاريف وتوزيع ابتسامات هنا وهناك، ولا حد فينا يعرف، ولا أعتقد أن الكثير من النواب يعرفون ما هو شكل التعديل التشريعي الذي سوف يقدم ومدى خطورته ومن سوف يقوم بتقديمه. وهنا عرفنا وكما يقال شنو اللي لم الشامع المغربي. شخصياً أتمنى ومن قلبي أن أكون غلطان وأن أرى هذا المجلس وتلك الحكومة بشهر عسل دائم وإنجاز لما هو فيه مصلحة الوطن. وتسلمون. إذا أعجبتكم المقالة شاركوها مع أصدقائكم، وإذا أردتم الاستماع لمزيد من مقالاتنا سارعوا بتثبيت تطبيقنا صوت. مع تحيات صوت صدى المعرفة.